سيارة اليوم سيارة مميزة مليئة بالمواصفات والتكنولوجيا من العلامة اليابانية ليكسس LX600 بموديل 2023. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعنا غاليين. تغطيتنا اليوم نتكلم فيها عن أكبر سيارة SUV بصدور سيارات ليكسس العلامة اليابانية LX، بالتحديد نتكلم عن نسخة البيبي. طبعا تعتبر هي فئة النصف فل، في فئات أعلى منها وفي فئات أقل منها، فما علينا نتكلم بالتحديد عن النسخة اللي اليوم موجودة معنا، نسخة البيبي بشكل كامل. قبل ما نبدأ هذه التغطية خلونا نأخذ نظرة خارجية عليها بشكل كامل، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغونا نستعرضها لكم بالأيام الجاية. طبعا واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وانستغرام والفيسبوك بتلقون كل هذه الروابط بخانة الوصف، وأول رابط تلقون تفاصيل السيارة بشكل كامل. ليكسس LX طبعا 2023. نجري الواجهة الأمامية نشوف بعض التفاصيل شرحناها قبل كذا، طبعا أول ما نزلت في 2022 شرحناها لكم بشكل كامل، واليوم حبينا نأخذ تغطية سريعة عليها ونشوف هل فيها إضافات أو فيها بعض النواقص. أكيد عن بعض النواقص، فيها بعض النواقص لكن راح نتكلم عنها بعد التغطية بشكل بسيط. نجي للواجهة الأمامية، أول حاجة نلاحظها الإضاءات طبعا فل LED بالنسبة للعالي والواطي، مع كشاف ضباب في الجزء السفلي مثل ما أنتم ملاحظين كروم حول كشاف الضباب، حول إطار كشاف الضباب، بالإضافة لحساسات أمامية بشكل كامل، فيها رادار أمامي. السيارة تنزل عليها أربع كاميرات محيطية 360 درجة، وفيها كاميرا برضو إضافية كاميرات 360 درجة. ونجي للجزء اللي هو خاص بالإضاءات، ما شاء الله تصميم الإضاءات مرة جميل، خاصة بثلاث عدسات مثل ما أنتم ملاحظين، شعار ليكسس فوق منتصف الشبكة الأمامي بتصميم جميل، الشبكة الأمامي جاي باللون الفضي. طبعا نتكلم عن فئة البيبي بالتحديد، باقي الفئات بعض الفئات لون الشبكة يختلف معنا. هنا الجزء الجانبي، إذا جينا للجزء الجانبي بنتكلم عن مقاس جنب 22 إنش على 50 على 265. هنا مقاس الجنب بالتحديد، الجنب جاي باللون الفضي واللون الأسود. طبعا بنتكلم بشكل سريع، السيارة مليئة بالتكنولوجيا والمواصفات والمميزات بشكل كامل. طبعا بعض النواقص راح نعرضها لكم بشكل سريع حتى نختصر الموضوع. هنا مثل ما انتم ملاحظين السيارة صارت تنزل بريموت ومفتاحين. طبعا اغلب سيارات كيوتا وليكسس في موديل 2023 بنفس هذه الخاصية، فما علينا تعتبر حاجة بسيطة. وهنا مثل ما انتم ملاحظين اشارات بمرايات، هنا تطعيمات كروم، المرايات مدمجة بالابواب تعطيك انسيابية اكثر، بالاضافة للاضافة الجديدة اللي هو الشريط او الزيك الجانبي اللي جاي بالجزء السفلي، دعسات بالجزء السفلي كمان، خاصة الدخول الذكي او المتعارف عليه بالبصمة على جميع الابواب. هنا عوارض بالسقف، معنا فتحة بالسقف كمان بهذا الجزء مثل ما انتم ملاحظين، اطار من الكروم حول النوافذ بشكل كامل. وهذه السيارة بشكل سريع من الجزء الجانبي. نجي للجزء الخلفي، شعار LX 600 أو 600 LX 600، حساسات خلفية، وهنا مثل ما نلاحظ في كاميرا خلفية، وهنا كمان في كاميرا خلفية. هذه الكاميرا طبعا تيجي معنا باللوحات، ملاحظين بالداخل طبعا كذا بنلاحظ الكاميرا جاية في المرايات اللي هي بالجزء العلوي للسيارة، إضاءات خلفية كلها LED، فتحة العادي طبعا جاي بالجزء السفلي، السمنة كمان بالأسفل. طبعا اللون الأسود ما شاء الله لون جميل ورايق على السيارة، موضح بقى تفاصيل السيارة. غير كذا داخلية السيارة أوف وايت على لون أسود، لا أحكي لكم تحفة تحفة من الآخر. وهذه تصميم السيارة بشكل كامل. الحين نتكلم عن المحرك وإمكانيات السيارة بشكل سريع. فتحنا غطاء المحرك والحين بنشوف المحرك بشكل كامل. قبل ما نشوف المحرك مثل ما انتم ملاحظين الخطوط اللي هي موجودة على غطاء المحرك أو الكبوت بشكل كامل. الحين ما شاء الله الكبوت خفيف. هنا نلاحظ طبعا إضاءات تنور لك إذا كنت في مكان مظلم أو إنك كنت
او اذا ودك تغير الزيوت والفلاتر وهذه الاغراض فالاضاءات هذه تساعدك اكيد. وهنا بطانه داخليه، هذه البطانه طبعا تساعد انها تقلل الاصوات اللي خارجه من المحرك للمقصوره الداخليه كنوع من انواع العزل. هذه الجزئيه كلها ما علينا منها، اللي تهمنا حاليا طبعا القلب النابض المحرك. نتكلم عن محرك توين تيربو على الليكسس الاكس، محرك في 6 ست اسطوانات 3.5 لتر مدعوم بشاحن او مدعوم بتوين تيربو. الاحصنة فيها نتكلم عن 409 احصنة، اما العزم فنتكلم عن 650 نيوتن، مرتبط بناقل حركة 10 سرعات. امكانيات جبارة، ارقام حلوة وجميلة على ليكسس الاكس. استهلاك البنزين فبنتكلم بالتحديد عن 10.2 كيلو لكل لتر بنزين. التقييم للأسف سيء، بنزين 95، دفع رباعي 2023 3.5 لتر تقريبا. سعة خزان وقود ما خاب ظني حول 80 لتر. ما علينا من هذه التفاصيل. بالنسبة لخزان الوقود تكلمنا عن تفاصيل المحرك، طبعا بالنسبة لخزان الوقود راح أترك لكم إياها بخانة الوصف اللي حاب يعرف تفاصيل أكثر عن سعة خزان الوقود. فتكلمنا عن المحرك والقلب النابض، خلونا ندخل للجزء الداخلي. نلاحظ هنا شاشات خلفية موجودة أكيد، تكاية بالوسط أكيد موجودة هنا، هنا فتحات تكييف بالخلف بالإضافة للتحكم بالتكييف بشكل كامل. المرتبة طبعا التحكم فيها بكل بساطة ضغط الزر، أو إذا حبيت تحركها يدوي بكل بساطة تمسك هذه وترتفع معك المرتبة بشكل كامل. أوف وايت طبعا اللون الداخلي، نلاحظ حتى على هذا الجزء المقابة الداخلية كروم تخشيبة هنا موجودة. الحركة يدوي، الستارة الجانبية، ماركة النظام الصوتي بالسيارة راح نتكلم عنه بعد شوي. هذه هي الشاشات مثل ما ذكرنا، إضاءة داخلية هنا، تبريد تسخين بالمرتبة الخلفية، بالإضافة لي التحكم بالتكييف بشكل كامل. طبعا إذا تكلمنا عن السعة الداخلية فبنتكلم عن سعة ليكسس الإكس، فالسيارة أكيد بتكون واسعة. شعر الإكس هنا الداخلية أو الجزء السفلي باللون الأسود كشيء جميل بالسيارة. نثبت مرتبط الأطفال أو الإيزوفيكس موجود هنا. السيارة طبعا فيها أحزمة أمان، فيها أرباقات بالنسبة للمراتب الأمامية أو الخلفية أو بشكل كامل. إضاءاتها ما شاء الله جميلة. طبعا نلاحظ هنا فتح الشنطة الخلفية، وين التحكم بالمرتبة، بالإضافة لي منفذ الشحن أو السلك توصيله. هنا الإضاءات، وعليكم السلام ورحمة الله. مساحة تخزين هنا، هنا إضاءات داخلية موجودة. نقفل الشنطة بهذه الطريقة. إضاءة اللوحات LED طبعا، وهنا الكاميرا الخلفية وفتح الشنطة وقفلها كلها أوتوماتيك أو كهربائي. طبعا الراكب الخلفي أكيد من الناحية الثانية نفس التفاصيل، ما شاء الله كأفضل أنواع المواد المستخدمة بالسيارة أكيد. هنا النقطة العمياء طبعا مثل ما تلاحظون، التحكم بشكل كامل بالسيارة طبعا، المراتب كهربائية أكيد. هنا الدرج، بينو بلاك، نواف كهربائية، القفلة المركزي، بالإضافة لي مساحة تخزين موجودة هنا، فتحة بالسقف. نجي لناحية الراكب الأمامي أو السايق. في البداية طبعا ملاحظين هذه المراتب، هنا تحكم بالمقود الكهربائي، هنا التحكم بالكاميرات بالإضافة للنوافذ، القفلة المركزي، المرايات الجانبية كلها موجودة بهذا الجزء. ندخل داخل السيارة الحين ونشوفها مع بعض بشكل سريع. هنا سقف السيارة. طبعا قيمة السيارة نتكلم عن 700,000 نسخة البي بي. والحين نشغلها بهذه الطريقة. والحين نشوف هذا الجزء. أول شيء نلاحظ هنا ثلاجة طبعا، انتهينا من الثلاجة. كوب هولدرز فور مايك وتخشيب موجودة هنا. هنا طبعا بريك الكتروني، اوتو هولد، وضعيات الدبل بالاضافه للتراكشن، وعندنا برضه الهيدروليك، شاحن لاسلكي، جير مثل ما ذكرنا
10 سرعات، تبريد وتسخين بالمراتب، شاشة خاصة بالتكييف بشكل كامل، درايف مود، وضعية القيادة. طبعا وضعية القيادة فيها نورمال سبورت، سبورت بلس، عدة وضعيات نشوفها بهذه الطريقة. سبورت بلس كاستمر، فورد، ايكو. طبعا عدة وضعيات بيها، وهنا الدبل طبعا. المناخ منفصل داخل السيارة غير موحد. هذه الشاشة طبعا تقدر تخزن لعدة اشخاص بشكل كامل. هنا الكاميرا، جيروفون خلف الدركسون، هنا نظام الصوت بالسيارة، وهنا ما شاء الله مثبت السرعة وخروج عن المسار وحفاظ على المسار، تنبيه التصادم كله موجود بهذا الجزء. كرام موجود هنا بشكل جميل، وصوت البوري بالسيارة ما شاء الله مميز. سماعات ومايك كله موجود هنا. على ذكر السماعات والمايك، هنا الإنارة الإي دي. طبعا ماركة النظام الصوتي بالسيارة مارك ديفنسل، من افضل انواع السماعات او النظام الصوتي بشكل عام. الاكزيس تجي فيها نظامين، عندنا اللي هو البينير والمارك ديفنسل. طبعا مارك ديفنسل على الفئات العليا، اما الفئات اللي هي العادية فاكيد بتكون فيها البينير. هنا طبعا بروجيكتر موجود، وهذه السيارة بشكل كامل كجودة اعتمادية. سيارة ما شاء الله فيها مواصفات، فيها اوبشن، مواصفاتها كثيرة. السعر شوي يعني، بس اللي اكيد يغبون هذه السيارات، فما بالنسبة للسعر ما يكون عائق. لكن السيارة ما شاء الله مليئة بالتكنولوجيا والمميزات. وهنا مثل ما نلاحظ فورميكا، كرام، كنت بقول فورميكا، ما علينا، قمنا نلخبط فاكيد خلاص تعبنا. فأتمنى التغطية نالت إعجابكم. التكييف طبعا تحكم فيه لمس. أتمنى التغطية نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. طبعا لكزس سمعنا في الأيام الجاية بتنزل 700، يعني اللي هي تقريبا الهايبريد، فنترقب بإذن الله إذا وصلت فبنشوف ننزلها لكم بشكل كامل حسب ما تدري اشاعات او كلام حقيقي، لكن يقولون انه بتنزل منها نسخه هجين. فبكل الاحوال اتمنى التغطيه نالت اعجابكم. اذا كانت تنزل منها نسخه هجين فاتمنى انها تكون مثل سياره الكراون الجديده، محرك كهربائي وهجين بنفس الوقت وتيربو، بتاخذ منها تقريبا 350 حصان، ارقام جدا عاليه على محرك 2.4 لتر، لكن ارقام جدا عاليه. فاذا هذه جات توين تيربو وهيبريد بنفس الوقت فبنسمع ارقام غير طبيعيه، نتكلم عن 500 تقريبا حصان، اما العزم فيمكن بنوصل لل 700 في امان الله. بديلة الـH1 ستاريا 2023، نتكلم بالتحديد عن نسخة 11 راكب بالإضافة لمحرك الديزل. بشكل سريع نبدأ تقييم السيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم نتكلم فيها عن سيارة مميزة وصلت في الفترة الأخيرة من العلامة الكورية هيونداي، استاريا 2023. نتكلم بالتحديد عن نسخة الديزل لكن ب 11 راكب. تعتبر من أكثر الفئات أو أكثر السيارات مبيعا بالصول سيارات هيونداي، خاصة إنها بتنزل بتصميم فان، وغير كذا سعرها يعتبر معقول نوعا ما مقارنة ببعض المنافسات. طبعا بشكل سريع قبل ما نبدأ هذه التغطية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم
بالايام الجايه، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وانستغرام والفيسبوك كل هذه الروابط بخانه الوصف. بالاضافه اللي حاب يعرف تفاصيل اكثر عن هيونداي ستاريا، باول رابط بخانه الوصف راح تلقون كل التفاصيل. هيونداي ستاريا الجديده كليا اكيد سياره مميزه بتصميم داخلي وخارجي، تصميم فضائي يا ناس. مثل ما انتم ملاحظين نفس التصميم هذا او نفس الديزاين بتلاحظه على سيارات هيونداي المستقبليه، تصميم جميل. نجي اول حاجه للواجهه الاماميه بشكل سريع. لاحظ في الواجهه الاماميه، طبعا اول شيء نلاحظه في الواجهه الاماميه الاضاءات صارت هيلوجين بالنسبه لهذه الفئه، نسخه الديزل بفئه النصفل طبعا اضاءات هيلوجين، حساسات اماميه وخلفيه. طبعا بباقي الفئات بتكون اضاءه متصله بشكل كامل بهذا الجزء، لكن بحكم انها فئه ستاندر فمثل ما انتم ملاحظين او المعذره فئه النصفل، فمثل ما تلاحظون هذا الجزء جاي ب جزء من البلاستيك بشكل جميل. هنا شعار هيونداي بالخط العريض، بالاضافه للشبكه الامامي جاي بنفس لون السياره. اضاءات طبعا صارت بالجزء السفلي، حساسات اماميه وخلفيه على السياره. طبعا غطاء المحرك او المحرك اكيد بالجزء الامامي بهذه المساحه، طبعا فيها مساحه ممتازه كمستوى تصميم داخلي او خارجي. هنا الجنوب طبعا نشوف الجنب مقاسه 17 انش. هنا مقاس الجنب بتكلم عن 17 انش على 70 طبعا على 215، المعذرة على 65 على 215. الجنب جاي باللون الفضي. قبل فترة بسيطة طبعا صورت نسخة الفل كامل، اللي حابب يشوف التغطية راح اتركها لكم بخانة الوصف. المحرك الـ V6 ست اسطوانات بنزين، اشارات بالمرايات، عندنا الدخول للسيارة بالمفتاح طبعا بكل بساطة بالسحب، بس تسحب بهذه الطريقة، تسحب وترجع بكل بساطة. استهلاك البنزين بنرجع بعد شوي لاستهلاك البنزين. وهنا الجزء الخلفي مثل ما انتم ملاحظين، مثل ما انتم ملاحظين جناح خلفي اكيد ومساحات خلفية وزعنف موجودة بالخلف والانتن اللي موجود بالخلف وكاميرا خلفية مع حساسات خلفية. وهذه التجهيزات الخارجية بشكل كامل لهيونداي ستاريا 2023 بالنسبة لمحرك الديزل. باقي فئة الـ V6 و6 اسطوانات بتكون فيها امكانيات ثانية. طبعا معلومة على الجنب، محرك الـ V6 ومحرك الاربع اسطوانات في منها خيارات 9 ركاب او 7 ركاب، وفي منها خيارات ثانية 11 راكب. فهذه تعتبر هي الـ 11 راكب كأعلى ليميت في الركاب او كأعلى حد في الركاب. في باقي الـ فئات بسبعة أو تسعة. طبعا هنا المحرك أربع اسطوانات 2200 سي سي تيربو، مثل ما انتم ملاحظين هنا 170 حصان تقريبا عزم حول 400 نيوتن، فيها بطانة داخلية تقلل الأصوات اللي هي خارجة من المحرك. بحكم إنه محرك ديزل فالأصوات فيها نوعا ما نقدر نقول عالية لا إراديا. طبعا هذه الإمكانيات بالنسبة للمحرك. نشوف استهلاك الديزل في السيارة، كل لتر ديزل تمشينا بالسيارة 14 كيلو فاصلة 4 لكل لتر ديزل. التقييم أكيد ممتاز بلس، دفع أمامي 2023. بالنسبة للأحصنة 100 طبعا أو 477 حصان، والعزم نتكلم عن 431، مرتبط بناقل حركة طبعا 6 سرعات، وفي منها 8 سرعات بالنسبة للمحرك الـ V6 أو 6 أسطوانات. هذه هي إمكانيات السيارة بشكل كامل. سعة خزان الوقود تقريبا ما بين 85 إلى 90 لتر كاستهلاك خزان وقود. وهذه السيارة من الجنب بشكل كامل. وين نمشي الحين؟ ندخل داخل السيارة ونشوفها مع بعض. نبدأ بالمراتب، تحكم فيها يدوي طبعا، 11 راكب، بإمكانك تحركها بكل بساطة. حبيت تخليها بهذا الجزء او تلف الكراسي، فخيارات كثيره موفره في USB. سياره طبعا تستهدف سواء تهتم سواء بالراكب او السائق. ما شاء الله الركاب عندهم منافذ ل USB اكيد بكل مكان، بالاضافه لي عندهم كوب هولدرز وفتحات تكييف بالخلف، بالاضافه للتحكم بالتكييف والانارات كلها موجوده طبعا للركاب. ندخل داخل السياره ونشوفها مع بعض بشكل سريع كيف تكون السياره. كذا تفنيناها طبعا، كانت تمسك كذا وتفتح كذا، القفل المركزي للسيارة وأمان عالي.
بس. هنا التكييف طبعا التحكم فيه، وهنا فتحة التكييف، انارات داخلية هيلوجين. طب افتح ودي اخرج ولا ما نكمل هذا التغطية؟ نجي للجزء الخلفي. طبعا هذا الجزء جاي باللون الاسود مع الجناح الخلفي. وهنا نفتح الشنطة. طبعا الساعة هنا تعتبر ممتازة نوعا ما، عدة شنط يمكن تركب فيها بكل بساطة. طبعا نلاحظ هنا حاملة اكواب بالاضافة لمنفذ يو اس بي موجود على هذا الجزء والجزء الثاني. فتحة التكييف موجودة بالخلف كمان. نقفلها بهذه الطريقة. وهذه السيارة طبعا هيونداي ستاريا 2023، سيارة فان عائلية، او اذا حبيت تخليها كسيارة مشاوير او اجرة بامكانك بكل بساطة. اشوف شركات الاجرة صاروا ماخذين منها بشكل كبير في هذه الفترة. فالله يوفق الجميع، اتمنى التغطية نالت اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالايام الجاية. طبعا ضمان السيارة ضمان هيونداي بشكل كامل، غالبا ضمان هذه السيارات تكون 3 سنوات او 60,000 كيلو، عكس السيارات الصغيرة اللي تكون 100,000 او 5 سنوات. بالاضافة للالوان انا لحد الحين مرت علي 3 الوان، الابيض والفضي واللون الاسود. بالنسبة للاسود طبعا اول ما نزلت السيارة في 2022 كانت بمحرك بنزين، بعد كذا طبعا صورت الفضي في صالة هيونداي بالنسبة لمحرك الفي 6 او 6 اسطوانات، صورت لكم اياها. اللي حاب يشوف التغطية كمان راح اترك لكم اياها في قناة الوصف. والمحرك واللون الاخير الابيض، طبعا الابيض شفت في الشوارع بشكل عام، منتشر في الشوارع. فهذه الالوان والتفاصيل والمواصفات. تحرك المرتبط طبعا بكل بساطة بهذا الجزء، ترفع هذا الجزء وتتحرك معك المرتبط. وبهذه الطريقة تنسدح المرتبة، طبعا تسحب هذه تنسدح المرتبة بالكامل. طريق طبعا ما نقول لنا مثل الهايس. طبعا اذا جينا نقارنها بالمنافسات بنتكلم عن كيا كرنفال، بنتكلم عن سيارة من تويوتا نزلت في فترة من فترات تقريبا اسمها جران، ما ادري حاجة زي كذا، كانت تنافس هذه. طبعا نزلت في 2022 او 21 بس ما حصلت على مبيعات عالية. نجي لهذا الجزء. طبعا نشوف اول شيء هنا، اذا جينا لناحيه السايق فخلونا اول شيء نشغل السياره بهذه الطريقه، ونرفع القزاز بهذه الطريقه، ونجي لهنا فتح غطى التانكي او غطى البنزين، محرك من هنا، بريك الكتروني، بالاضافه للتراكشن هنا، ان التحكم بالنوافذ بشكل كامل. الدركسون طبعا نفس تصميم الدركسون اللي هو في هيونداي، إن كنا نتكلم عن سوناتا أو الألنترا كلها بنفس الشكل. هنا التحكم بالميديا والرد على المكالمات بالإضافة للتغيير تحكم بعدد الرحلات، وهنا مثبت السرعة وتحكم بعدد الرحلات كمان. هنا التكييف، المناخ موحد داخل السيارة. الشاشة طبعا فيها البوصلة في دعم الأبل كار والأندرويد أوتو، والقبلة كلها موجودة. هنا حساسات التراكشن بالإضافة لدرايف مود، وضعية القيادة عندنا نورمال، إيكو، سبورت، كلها موجودة هنا. أوتو هول، شاحن لاسلكي موجود هنا، منفذ يو اس بي 12 فولت كلها هنا. وهذه السيارة بشكل كامل. تمنيت اشوف بيت للنظارة، لكن ما احنا شايفين بيت للنظارات ولا شيء. شمسات فيها مرايات وفيها انارة بالنسبة للسايق وللراكب. وبس هذه هي السيارة بشكل كامل. هنا العدادات، خلونا نتحكم فيها ونشوف. ما شاء الله، طبعا اتوقع انها تتعرب باللغة العربية تكون بكل بساطة. هنا مثبت السرعة. وبس مليئة بالمواصفات والتكنولوجيا، سعرها ب 135,000 ريال، وحلوة مواصفاتها. أتمنى التغطية نالت إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك. في أمان الله.
سيارة اليوم سيارة مميزة مليئة بالمواصفات التكنولوجيا من العلامة اليابانية ليكسيس LX600 بموديل 2023. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعنا غاليين. تغطيتنا اليوم نتكلم فيها عن أكبر سيارة SUV بصور سيارات ليكسيس العلامة اليابانية LX، بالتحديد نتكلم عن نسخة البيبي. طبعا تعتبر هي فئة النصف، في فئات أعلى منها وفي فئات أقل منها، فما علينا نتكلم بالتحديد عن النسخة اللي اليوم موجودة معنا، نسخة البيبي بشكل كامل. قبل ما نبدأ هذه التغطية خلونا نأخذ نظرة خارجية عليها بشكل كامل، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغونا نستعرضها لكم بالأيام الجاية. طبعا واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإنستغرام والفيسبوك بتلقون كل هذه الرابط بخانة الوصف، وأول رابط تلقون تفاصيل السيارة بشكل كامل. ليكسيس LX طبعا 2023. نجري الواجهة الأمامية نشوف بعض التفاصيل، شرحناها قبل كذا طبعا أول ما نزلت في 2022 شرحناها لكم بشكل كامل، واليوم حبينا نأخذ تغطية سريعة عليها ونشوف هل فيها إضافات أو فيها بعض النواقص. أكيد عن بعض النواقص، فيها بعض النواقص لكن راح نتكلم عنها بعد التغطية بشكل بسيط. نجري الواجهة الأمامية، أول حاجة نلاحظها الإضاءات طبعا فل LED بالنسبة للعالي والواطي، مع كشاف ضباب في الجزء السفلي مثل ما انتم ملاحظين كروم حول كشاف الضباب، حول إطار كشاف الضباب، بالإضافة لحساسات أمامية بشكل كامل، فيها رادار أمامي. السيارة تنزل عليها 4 كاميرات محيطية 360 درجة، وفيها كاميرا برضو إضافية كاميرات 360 درجة. ونجي للجزء اللي هو خاص بالإضاءات، ما شاء الله تصميم الإضاءات مرة جميل، خاصة ب3 عدسات مثل ما انتم ملاحظين. شعار ليكسيس منتصف، الشبكة الأمامي بتصميم جميل، الشبكة الأمامي جاي باللون الفضي. طبعا نتكلم عن فئة البيبي بالتحديد، باقي الفئات بعض الفئات لون الشبكة يختلف معنا. هنا الجزء الجانبي، إذا جينا للجزء الجانبي بنتكلم عن مقاس جنب 22 إنش على 50 على 265. هنا مقاس الجنب بالتحديد، الجنب جاي باللون الفضي واللون الأسود. طبعا بنتكلم بشكل سريع، السيارة مليئة بالتكنولوجيا والمواصفات والمميزات بشكل كامل. طبعا بعض النواقص راح نعرضها لكم بشكل سريع حتى نختصر الموضوع. هنا مثل ما انتم ملاحظين السيارة صارت تنزل بريموت ومفتاحين. طبعا اغلب سيارات تويوتا وليكسيس في موديل 2023 بنفس هذه الخاصية، فما علينا تعتبر حاجة بسيطة. وهنا مثل ما انتم ملاحظين اشارات بمرايات، هنا تطعيمات كروم، المرايات مدمجة بالأبواب تعطيك انسيابية أكثر، بالإضافة للإضافة الجديدة اللي هو الشريط أو الزيك الجانبي اللي جاي بالجزء السفلي، دعسات بالجزء السفلي كمان، خاصة الدخول الذكي أو المتعارف عليه بالبصمة على جميع الأبواب. هنا عوارض بالسقف، معنا فتحة بالسقف كمان بهذا الجزء مثل ما انتم ملاحظين، إطار من الكروم حول النوافذ بشكل كامل. وهذه السيارة بشكل سريع من الجزء الجانبي. نجي للجزء الخلفي، شعار LX600 حساسات خلفية، وهنا مثل ما نلاحظ في كاميرا خلفية، وهنا كمان في كاميرا خلفية. هذه الكاميرا طبعا تيجي معنا باللوحات، ملاحظين بالداخل طبعا كذا بنلاحظ الكاميرا جاية في المرايات اللي هي بالجزء العلوي للسيارة، إضاءات خلفية كلها LED، فتحة العادي طبعا جاهز بالجزء السفلي، السنة كمان بالأسفل. طبعا اللون الأسود ما شاء الله لون جميل ورايق على السيارة، موضح بقى تفاصيل السيارة. غير كذا داخلية السيارة أوف وايت على لون أسود، لا أحكي لكم تحفة تحفة من الآخر. وهذه تصميم السيارة بشكل كامل. الحين نتكلم عن المحرك وإمكانيات السيارة بشكل سريع. فتحنا غطاء المحرك والحين بنشوف المحرك بشكل كامل. قبل ما نشوف المحرك مثل ما انتم ملاحظين الخطوط اللي هي موجودة على غطاء المحرك أو الكبوت بشكل كامل. الحين ما شاء الله الكبوت خفيف. هنا نلاحظ طبعا إضاءات تنور لك إذا كنت في مكان مظلم أو إنك كنت
او اذا ودك تغير الزيوت والفلاتر وهذه الاغراض فالاضاءات هذه تساعد اكيد. وهنا بطانه داخليه، هذه البطانه طبعا تساعد انها تقلل الاصوات اللي خارجه من المحرك للمقصوره الداخليه كنوع من انواع العزل. هذه الجزئيه كلها ما علينا منها، اللي تهمنا حاليا طبعا القلب النابض المحرك. نتكلم عن محرك توين تيربو على لكزس ال اكس، محرك في 6 ست اسطوانات 3.5 لتر مدعوم بشاحن او مدعوم بتوين تيربو. الاحصنة فيها نتكلم عن 409 احصنة، اما العزم فنتكلم عن 650 نيوتن مرتبط بناقل الحركة 10 سرعات. امكانيات جبارة، ارقام حلوة وجميلة على لكزس ال اكس. استهلاك البنزين فبنتكلم بالتحديد عن 10.2 كيلو لكل لتر بنزين. التقييم للأسف سيء، بنزين 95، دفع رباعي 2023 3.5 لتر، تقريبا سعة خزان الوقود ما خاب ظني حول 80 لتر. ما علينا من هذه التفاصيل. بالنسبة لخزان الوقود تكلمنا عن تفاصيل المحرك، طبعا بالنسبة لخزان الوقود راح أترك لكم إياها بخانة الوصف اللي حاب يعرف تفاصيل أكثر عن سعة خزان الوقود. فتكلمنا عن المحرك والقلب النابض، خلونا ندخل للجزء الداخلي. نلاحظ هنا شاشات خلفية موجودة أكيد، تكاية بالوسط أكيد موجودة هنا، هنا فتحات تكييف بالخلف بالإضافة للتحكم بالتكييف بشكل كامل. المرتبة طبعا التحكم فيها بكل بساطة ضغط الزر، أو إذا حبيت تحركها يدوي بكل بساطة تمسك هذه وترتفع معك المرتبة بشكل كامل. أوف وايت طبعا اللون الداخلي، نلاحظ حتى على هذا الجزء المقابض الداخلية كروم، تخشيبة هنا موجودة، التحريك يدوي، الستارة الجانبية، ماركة النظام الصوتي بالسيارة راح نتكلم عنه بعد شوي. هذه هي الشاشات مثل ما ذكرنا، إضاءة داخلية هنا، تبريد تسخين بالمرتبة الخلفية، بالإضافة للتحكم بالتكييف بشكل كامل. طبعا إذا تكلمنا عن الساعة الداخلية فبنتكلم عن ساعة لكزس ال اكس، فالسيارة أكيد بتكون واسعة. شعر الاكس هنا الداخلية أو الجزء السفلي باللون الأسود كشيء جميل بالسيارة. مثبت مرتبط الأطفال أو الأيزوفيكس موجود هنا. السيارة طبعا فيها أحزمة أمان، فيها أرباقات بالنسبة للمراتب الأمامية أو الخلفية أو بشكل كامل. إضاءاتها ما شاء الله جميلة. طبعا نلاحظ هنا فتحة الشنطة الخلفية وين التحكم بالمرتبة، بالإضافة لي منفذ الشحن أو السلك توصيله. هنا الإضاءات، وعليكم السلام ورحمة الله. مساحة تخزين هنا، هنا إضاءات داخلية موجودة. نقفل الشنطة بهذه الطريقة. إضاءات اللوحات LED طبعا، وهنا كاميرا خلفية وفتح الشنطة وقفلها كلها أوتوماتيك أو كهربائي. طبعا الراكب الخلفي أكيد من الناحية الثانية نفس التفاصيل، ما شاء الله كأفضل أنواع المواد المستخدمة بالسيارة أكيد. هنا النقطة العمياء طبعا مثل ما تلاحظون، التحكم بشكل كامل بالسيارة طبعا، المراتب كهربائية أكيد. هنا الدرج، بينو بلاك، نوافذ كهربائية، القفل المركزي، بالإضافة لي مساحة تخزين موجودة هنا، فتحة بالسقف. نجي لناحية الراكب الأمامي أو السايق. في البداية طبعا ملاحظين هذه المراتب، هنا تحكم بالمقود الكهربائي، هنا التحكم بالكاميرات، بالإضافة للنوافذ، القفل المركزي، المراية الجانبية كلها موجودة بهذا الجزء. ندخل داخل السيارة الحين ونشوفها مع بعض بشكل سريع. هنا سقف السيارة. طبعا قيمة السيارة نتكلم عن 700,000 نسخة البي بي. والحين نشغلها بهذه الطريقة. والحين نشوف هذا الجزء. أول شيء نلاحظ هنا ثلاجة طبعا، انتهينا من الثلاجة. كوب هولدرز فور مايك وتخشيب موجودة هنا. هنا طبعا بريك الكتروني، اوتو هولد، وضعيات الدبل بالاضافة للتراكشن، وعندنا برضو الهيدروليك، شاحن لاسلكي، جير مثل ما ذكرنا
10 سرعات، تبريد تسخين بالمراتب، شاشة خاصة بالتكييف بشكل كامل، درايف مود، وضعيات القيادة. طبعا وضعيات القيادة فيها نورمال سبورت، سبورت بلس، عدة وضعيات نشوفها بهذه الطريقة. سبورت بلس كاستمر كومفورت ايكو، طبعا عدة وضعيات بيها. وهنا الدبل طبعا، المناخ منفصل داخل السيارة غير موحد. هذه الشاشة طبعا تقدر تخزن لعدة اشخاص بشكل كامل. وهنا الكاميرا، جيروفون خلف الدركسون، هنا نظام الصوت بالسيارة، وهنا ما شاء الله مثبت السرعة وخروج عن المسار وحفاظ على المسار، تنبيه التصادم كله موجود بهذا الجزء، كرام موجود هنا بشكل جميل، وصوت البوري بالسيارة ما شاء الله مميز، سماعات ومايك كله موجود هنا. على ذكر السماعات والمايك، هنا الإنارة الإي دي، طبعا ماركة النظام الصوتي بالسيارة مارك ديفنسن، من أفضل أنواع السماعات أو النظام الصوتي بشكل عام. لكزس تجي فيها نظامين، عندنا اللي هو البينير والمارك ديفنسن. طبعا مارك ديفنسن على الفئات العليا، أما الفئات اللي هي العادية فأكيد بتكون فيها البينير. هنا طبعا برجكتر موجود، وهذه السيارة بشكل كامل كجودة اعتمادية. سيارة ما شاء الله فيها مواصفات، فيها أوبشن، مواصفاتها كثيرة، السعر شوي يعني، بس اللي أكيد يغبون هذه السيارات فما بالنسبة للسعر ما يكون عائق. لكن السيارة ما شاء الله مليئة بالتكنولوجيا والمميزات. وهنا مثل ما نلاحظ فورميكا، لا كرام كنت بقول فورميكا، ما علينا قمنا نلخبط فأكيد خلاص تعبنا. فأتمنى التغطية نالت على إعجابكم، التكييف طبعا تحكم فيه لمس. أتمنى التغطية نالت على إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. طبعا لكزس سمعنا في الأيام الجاية بتنزل 700، يعني اللي هي تقريبا الهايبريد، فنترقب بإذن الله إذا وصلت فبنشوف ننزلها لكم بشكل كامل حسب ما تدري اشاعات او كلام حقيقي، لكن يقولون انه بتنزل منها نسخه جين. فبكل الاحوال اتمنى التغطيه نالت على اعجابكم. اذا كانت تنزل منها نسخه جين فاتمنى انها تكون مثل سياره الكراون الجديده، محرك كهربائي وهجين بنفس الوقت وتيربو، بتاخذ منها تقريبا 350 حصان، ارقام جدا عاليه على محرك 2.4 لتر، لكن ارقام جدا عاليه. فاذا هذه جات توين تيربو وهايبريد بنفس الوقت فبنسمع ارقام غير طبيعيه، نتكلم عن 500 تقريبا حصان، اما العزم فيمكن بنوصل لل 700 في امان الله. النسخة الأقوى من دوت شارجر SRT Hellcat Red Eye White Body، بشكل سريع ناخذ فرة عليها ونشوف تفاصيلها ومواصفاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا لليوم من صالة بترومين، وكيل سيارات دوج بالمملكة، نستعرض مع بعض نسخة SRT هيلكات من دوت شارجر من موديل 2023. اكيد الكل يعرف انه خلاص هذه الدفعه الاخيره او الدفعات الاخيره من دوت شارجر بالتحديد. طبعا بعد كذا السياره بتتحول كهربائيه او بمحركات هايبريد، فبنحاول نغطيها لكم بشكل سريع ونشوف مع بعض تجهيزاتها الخارجيه. طبعا كنسخه واي بي دي، طبعا مثل ما انتم ملاحظين الرفارف واضحه، طبعا
تحس السيارة كذا منفخة من الجنب ما شاء الله، كنسخة رياضية عكس باقي النسخ. عندنا هنا نسخة الهيمي أو السكات باك، وهنا نسخة الجي تي العادية أو فئة الستاند بمعنى صح. طبعا هنا مثل ما أنتم ملاحظين حتى التصميم الخارجي مختلف ما شاء الله. هنا الواجهة الأمامية إضاءاتها طبعا فل LED بالنسبة للعالي، والواطي كله LED. هنا شعار SRT، هذه الواجهة الأمامية، وهنا غطاء المحرك طبعا كلها فتحات عملية سواء هنا أو بهذا الجزء، كلها فتحات عملية في السيارة ما شاء الله. طبعا النسخة تستاهل أكيد ما شاء الله. إذا جينا للسعر فبنتكلم ما شاء الله عن معدل 452,000 ريال، نتكلم بالتحديد بجذر الكسور. وإذا جينا للمحرك فالمحرك ما شاء الله V8 مدعوم بشاحن سوبر تشارجر، فمواصفات جدا عالية. لكن خلونا نشوفها مع بعض بالجزء الجانبي، بعد كذا نشوف تجهيزاتها الداخلية. وهنا من الجنب طبعا الجنوط ما شاء الله، حتى الجنوط مختلفة كتصميم، كاليبرات باللون الأحمر ما شاء الله. هنا مقاس الجنط نتكلم عن 20 إنش على 35 على 305. برضو نرجع نشوف مع بعض شعار الهلكات أو النمر بالجزء الجانبي، دخول ذكي على باب السائق الأمامي والراكب، فتحة بالسقف. حتى بنلاحظ الجناح الخلفي هنا مثل ما انتم ملاحظين جاي على لون هيكل السيارة. طبعا هنا الجنوط العادية، نسخة الهيمي 392، وهنا الجناح طبعا مثل ما انتم ملاحظين جاي باللون الأسود. هنا شعار النحلة على نسخة السكات باك، وهنا الجزء الخلفي بالسيارة بشكل كامل. نبدأ بالجزء السفلي. أول حاجة تلاحظون فتحتين للعادم، حساسات خلفية بشكل كامل، وعندنا كاميرا خلفية متصلة بشاشة أمامية. وهنا الجناح الخلفي ما شاء الله جاي تصميمه ما شاء الله، طبعا على لنا على لون هيكل السيارة فما نلاحظ الفرق في الحجم، لكن ما شاء الله الجناح الخلفي حجمه ما شاء الله ممتاز جدا. طبعا هنا الجزء الجانبي مثل ما نلاحظ، طبعا هنا في فتحات للتهوية موجودة أكيد بالجزء الجانبي، في فتحات للتهوية، وهذه الإضاءات الجانبية أكيد موجودة هنا. المرايات طبعا فيها اللي هو تسخين وخروج عن المسار كله موجود أكيد. نعم فيها تسخين بالمرايات الجانبية، مكتوب على السيارة الرجاء عدم اللمس. إذا جينا للمحرك فبنتكلم عن محرك سعته أكيد 8 لتر أو المعذرة 8 سلندر V8، سعته طبعا 6.2 لتر أو 6200 سي سي. الأحصنة فيها نتكلم بالتحديد عن 700 ما شاء الله و97 إحصان، إمكانيات جدا عالية. طبعا مدعوم أكيد بسوبر تشارجر، فإمكانيات نفس الإمكانيات اللي شفتها على نسخة الرام، طبعا الديناصور نفس الإمكانيات بشوفها أكيد على الهلكات. فحبينا ناخذ عليها فرة سريعة ونشوفها مع بعض بتجهيزاتها ومواصفاتها. أتمنى التغطية نالت إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإنستغرام والفيسبوك، بالإضافة لكل المواقع التواصل الاجتماعي تلقون كل الروابط بخانة الوصف، وفي أول رابط بالفيديو تلقون تفاصيل السيارة أكيد بشكل كامل. إلى هنا في أمان الله. نتكلم عن أقوى نسخة لرام TRX
بمحرك هيمي في 8 مدعوم بسوبر تشارج 6.2 لتر. بشكل سريع نبدأ تقييم السيارة ونتكلم عن الديناصور بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غالين. تغطيتنا اليوم نتكلم فيها عن الديناصور من العلامة الأمريكية رام TRX، أقوى إصدار. نتكلم عن إصدار السوبر تشارج بمحرك هيمي V8. طبعا قبل ما نبدأ هذه التغطية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية، وبخانة الوصف موجود تفاصيل كاملة عن السيارة، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإنستغرام والفيسبوك كل الروابط بخانة الوصف. طبعا جينا اليوم نصور لكم أكيد أقوى الإصدارات لدوج رام، بالإضافة لإنه بنصور لكم التشارجر بأقوى النسخ أكيد، وجيب جيران وقنيرة الجديدة، كل هذه راح نصورها لكم وراح نتركها لكم بخانة الوصف. طبعا مثل ما أنتم لاحظين دوج رام بأقوى إصدار له إصدار الهيمي بمحرك مدعوم بالسوبر تشارجر V8. نجي للواجهة الأمامية، أول حاجة تلاحظون في الواجهة الأمامية طبعا الإضاءات عندنا كلها LED بالنسبة للعالي والواطي، مثل ما أنتم لاحظين فيها الليد النهاري بالإضافة للعدستين اللي موجودة في الواجهة الأمامية مع حساسات أمامية وجانبية بشكل كامل. ما شاء الله واجهة أمامية عدائية أكيد. طبعا شعار الديناصور على المحرك راح نشوف هذه التفاصيل كلها بشكل سريع. هذه الواجهة الأمامية شعار الرام بشكل عريض وحساسات وكاميرات عندنا محيطية أكيد موجودة على السيارة. هنا الكاميرا الأولى في الواجهة الأمامية على الشبك الأمامي، بالإضافة للهوك اللي موجود بالواجهة الأمامية. السيارة ما شاء الله بتصميم عدائي وهجومي بالواجهة الأمامية بشكل كامل، وعندنا عدة خطوط أو عدة فتحات أكيد عملية وحقيقية لتبريد المحرك أو للهواء. ما شاء الله راح نشوف بعد شوية المحرك ونشوف تفاصيله. طبعا كل هذه الفتحات حقيقية سواء في الواجهة الأمامية أو التصميم الجانبي أو على غطى المحرك. ما شاء الله شعار TRX شعار المحرك عندنا 6.2 لتر سوبر تشارجر. هنا تفاصيل السعر 500، نتكلم عن 500 أو عن 485 بجزر الكسور. نجي الحين للجزء الجانبي، طبعا مثل ما انتم لاحظين هذه اضاءات كلها موجودة هنا في الواجهة الامامية بشكل كامل والجزء الجانبي، وهذه طبعا فتحات اكيد عملية هنا موجودة كلها لتبريد المحرك. نجي للجزء الجانبي، اول ما نجي للجزء الجانبي فبنلاحظ اول شيء نظام التعليق بالسيارة ما شاء الله، وعندنا الجنوط اكيد خاصة بالأفرود، نتكلم بالتحديد عن مقاس 18 إنش على 65 على 302 أو 325 بتصميم جميل ورايق. هنا الجزء الجانبي بشكل كامل للسيارة. نغير العدسات ونلاحظ هنا طبعا المفترض أنها تكون كاميرا هنا جانبية، هذه الكاميرا الجانبية موجودة هنا، وهذه إشارات بالمرايات، المرايات مدمجة بالأبواب. طبعا السيارة تجي بفتحة السقف بانورامية، وعندنا دخول ذكي موجود أكيد على باب السائق والراكب الأمامي، بالإضافة للمقابض جاي باللون الأسود. وهنا مثل ما أنتم ملاحظين هذا الجزء ما شاء الله من الحديد، وهذا التصميم الجانبي للسيارة. طبعا أقوى إصدار نتكلم بالتحديد عن محرك 7.2 أو 702 حصان، فإمكانيات عالية على سيارة بيك أب أو على شاحنة خفيفة. هنا دفع الرباعي أكيد، وهنا الجزء الخلفي فتحات العادم عندنا بالأسفل، والهوكات موجودة والاستبنة كمان بالأسفل. طبعا أكيد إذا كنا نقارنها بالشيلبي من فورد أو الرابتر، طبعا لأن البطارية مفصولة فبتلقون هذه كلها مقفلة، لكن هنا مثل ما أنتم لاحظين هنا كاميرا خلفية، إضاءات خلفية موجودة أكيد عليها، كشافات ضباب بالخلف بشكل كامل. وبنشوف هذا الجزء هنا الفتحات هذه، طبعا ما هي عملية لكن كتصميم. السيارة ما شاء الله بكبر حجمها لكن فيها الرادار
خروج عن المسار وتنبيه التصادم، كل هذه الأنظمة موجودة عليها في الواجهة الأمامية بشكل كامل كأنظمة استشعار وقراءة للطريق. طبعا هنا الرفارف واضحة بارزة كذا بشكل جميل، هنا 6.2 لتر أو 6200 سي سي، نتكلم عن 702 حصان، محرك 8 سلندر. نجي للجزء الداخلي، مو أجمل من التصميم الخارجي إلا التصميم الداخلي، ولا أحكي لكم عن كسولة وسط بنشوفه بعد شوي. هنا التطريز باللون الأصفر بالإضافة للمقابض الداخلية، جايب تصميم ولون جميل، نوافذ كلها كهربائية، هذه السماعات طبعا، هنا مساحات تخزين أكيد. والسيارة مثل ما أنتم ملاحظين ما شاء الله فيها منافذ USB متعددة وتايب سي، فيها تبريد تصميم بالمراتب بالخلف، بالإضافة لي تكاية بالوسط، وهنا شموع طبعا بإمكانك ترفع وتستغل مساحة تخزين بشكل كامل. مثبت لمطبخ الأطفال، مع أنها سيارة كبيرة لكن تعتبر عائلية. هنا سقف السيارة، الزعنف اللي موجودة بالخلف، وهذه السيارة بشكل كامل ما شاء الله على الداخلية، سقف بانوراما بشكل عملاق وكبير وجميل، سماعات موجودة متوزعة بكل أجزاء السيارة، وهنا إضاءات طبعا داخلية، مساحات تخزين موجودة أكيد عليها. هنا حاملة أكواب، اللون الأصفر جميل على السيارة. خلونا ننزل الحين ونجي من الناحية الثانية، وهنا النظام الصوتي بالسيارة طبعا هيرمان، وهنا مساحات تخزين، هذه طبعا الأرضية ما شاء الله بشكل كامل، بطاط، 5 حزمة أمان. طبعا فيها أنظمة السلامة بالسيارة بشكل كامل، نتكلم عن أنظمة السلامة. تسخين للمرايات الجانبية وشعار TRX. هنا الدرج، مساحات تخزين موجودة، مراتب تحكم فيها كهربائي، وهنا كوب هولدرز أكيد. طبعا شموع على جلد، القفل المركزي هنا موجود، ما شاء الله أنظمة كثيرة ومتنوعة. قبل أن ندخل داخل السيارة من ناحية المقصورة الداخلية أو من ناحية السائق، نلقي نظرة سريعة على المحرك، وهذا هو المحرك ما شاء الله، فتحة التهوية طبعا موجودة بكل مكان ما شاء الله. على المحرك نتكلم عن محرك V8 8 سلندر، سعة 6.2 لتر، الأحصنة فيها نتكلم عن 720 أو 702 حصان، مدعوم أكيد بالشاحن توربيني، وهذه التفاصيل بشكل كامل. طبعا كنوع من أنواع العزل للسيارة، شعر الديناصور طبعا أسفل الغطاء هذه بشكل عريض على المحرك كهيبة للسيارة ما شاء الله. نجي لناحية السائق، هلا والله بالفخامة الأمريكية، بريك إلكتروني ما شاء الله، أنظمة كثيرة ومتنوعة فيها. ندخل داخل السيارة ونشوفها بشكل سريع ما شاء الله. طبعا تتميز هذه السيارة بأنظمة متنوعة، وضعيات الأوفرود أو الدفع الرباعي، وهنا مثل ما أنتم ملاحظين تراكشن، حساسات ما شاء الله، منفذ اليو اكس 1 2 3 4 5 6، وهنا مثبت السرعة، حفاظ على المسار، خروج من المسار، كله موجود هنا، بالإضافة للتحكم بالميديا والجير فون خلف الدركسون. طبعا الشاشة بشكل كامل هنا، بطارية طبعا مفصولة، هنا التحكم بالإنارة والبريك إلكتروني، وهنا النوافذ كلها كهربائية، والتحكم بالمرايات الجانبية، أوتو للسائق وللراكب، ذاكرة التخزين لوضعيات المرتبة المقود، فيها شموع مع تطريز باللون الأصفر طبعا على نفس التصميم الخارجي، وهنا شماسات
إلى الإنارة بشكل كامل. وهنا مثل ما تلاحظين كوب هولدرز فيها شاحن لاسلكي. وهنا مساحات تخزين بشكل كامل. وهذه السيارة خلونا نشوف هنا ما شاء الله منفذ يو اس بي. عندنا هنا مساحة تخزين. وهذه السيارة بشكل كامل سماعات ومايك بكل مكان. سماعات ومايك كنظام ترفيه بالسيارة. طبعا هنا الشاشة تدعم جميع الخصائص والأنظمة. وفيها المناخ منفصل ما بين السائق والراكب. وين التحكم بالتكييف. وين التحكم بالميديا. والتحكم بالشاشة. طبعا الشاشة تدعم جميع الخصائص. تشغيل السيارة بالبصمة. درايف مود. وضعيات القيادة. عدة وضعيات بالسيارة. طبعا كل هذه الأنظمة موجودة عليها. لكن حبينا ناخذ فرة سريعة عليها بحكم انه اول مره نصورها. لكن باذن الله بالايام الجايه. طبعا الحين البطاريات ما هي مشحونه بالسياره. لكن باذن الله الايام الجايه اذا جينا والبطاريه كانت شغاله بنصورها لكم. ونصور العدادات بشكل كامل. وهنا طبعا البروجيكتر موجود اكيد عليها. ففي امان الله. نسخة السكات باك من دوت تشارجر بمحرك هيمي في 8. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها ومواصفاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعنا غاليين. تغطيتنا اليوم نتكلم فيها عن سيارة مميزة من العلامة الأمريكية دوج تشارجر. بالتحديد نتكلم عن محرك الهيمل في 8 على سيارتهم اكيد اللي هي دوج سكات باك. قبل ما نبدا هذه التغطيه ونتكلم عن تفاصيلها ومواصفاتها لا تنسوا الاشتراك بالقناه ودعمنا بلايك. واكتبوا لنا في خانه التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالايام الجايه. واللي حاب يضيفنا في موقع السوشيال ميديا بشكل عام تويتر انستغرام والفيسبوك بخانه الوصف تلقون كل الروابط. وفي اول رابط تلقون تفاصيل السياره بشكل كامل. في البداية أكيد راح نبدأ بالسعر. أكيد يهم الكل أو البعض. سعر السيارة 261,000 ريال. نتكلم بجزر الكسور. وهذه تفاصيله. نجي للتجهيزات الخارجية. أول حاجة نلاحظها في الواجهة الأمامية الإضاءات طبعا فل LED بالنسبة للعالي والواطي مع رادار أمامي أكيد جاي بالجزء السفلي. وفي فتحات أكيد عملية وحقيقية في الواجهة الأمامية على غطاء المحرك بالإضافة له الصدام الأمامي بشكل جميل. كتصميم للسيارة ما شاء الله تصميم جميل. واكيد هذه النسخة الأخيرة. بعد كذا اكيد تتحول السيارات هايبريد او كهربائية بشكل كامل. هنا الجزء الجانبي. ما ودي نجي للجزء الجانبي وحنا باقي ما انتهينا من التصميم الأمامي. تصميم تحفة. تصميم ولا أجمل. غير كذا لون السيارة ما شاء الله جميل ورايق. طبعا لون مميز. على غير كذا طبعا مثل ما انتم ملاحظين الزوائد اللي جايه باللون الاصفر بالجزء السفلي على اللون السياره ما شاء الله تحفه. اللون رايق من الاخر. هذه الاضاءات بشكل كامل. والفتحات اللي ذكرناها الحين طبعا محرك في 8 تنفس طبيعي مو مدعوم بسوبر تشارجر ولا مدعوم بتيربو. وهنا الجزء الجانبي بشكل كامل. نلاحظ في البداية المرايات مدمجة بالأبواب جاية باللون الأسود بالإضافة لدخول ذكي على باب السائق والراكب. سيارة فيها فتحة بالسك موجودة هنا بالإضافة للجناح خلفي جاية بتصميم ما شاء الله رياضي. طبعا ما شاء الله بحجم مناسب. 9 في الدام فورس. حساسات خلفية أكيد عليها وفتحتين للعادم. طبعا كل هذه فتحات عملية تبرد الديسكات والفرامل بشكل كامل. طبعا الواجهة الأمامية فيها أنظمة استشعار سواء خروج عن المسار تنبيه التصادم الأمامي بالإضافة له اللي هو الرادار الأمامي. كل هذه التفاصيل موجودة في الواجهة الأمامية ما شاء الله. هنا مثل ما انتم ملاحظين
سيارة العضلات الأمريكية، سيارة عائلية وعضلات أمريكية. خلونا نجي للجزء الداخلي. فبشكل سريع، هذا هو المحرك أكيد، SRT، الهيمل V8 8 سلندر SRT أكيد. الشيطان أو قطط الجحيم بنصورها لكم بإذن الله، لكن الحين عليها حظر لمس حتى، لكن بإذن الله بنشوف لها فرصة ونصورها لكم بشكل سريع حتى لو تصوير خارجي. طبعا كل هذه خلاص نسخ وداعية للسيارة، بطانة داخلية طبعا تقلل الأصوات اللي خارجة من المحرك للمقصورة الداخلية بشكل أفضل. طبعا اللون تحفة، تفاصيل هنا انت مثل ما انتم ملاحظين فتحات التهوية اللي موجودة هنا. ونشوف الحين الشنطة الخلفية. طبعا هذه السيارة تنافس هيونداي أزيرا، تنافس تويوتا أفالون، تنافس كيا كيئات، تنافس عدة سيارات. هنا غطى المحرك، قمت فتحت غطى المحرك، هذا هو الغطى، غطى المحرك، غطى الشنطة الخلفية أو باب الشنطة الخلفية بمعنى صح. نشوف مع بعض الاستبنة بالأسفل، هذه الاستبنة وهنا البطاريات موجودة بالخلف، وهذه الاستبنة كاميرا خلفية أكيد موجود عليها. وهذه الداخلية تطريز باللون الأحمر بشكل جميل، الداخلية طبعا بالجلد، والمراتب طبعا شموة، تكاية بالوسط، فتحات تكييف بالخلف، منفذ USB أكيد موجود بالخلف، طبعا مساحات تخزين خلف المراتب موجود، مثبت لمرتبط الأطفال أو الإيزوفيكس موجود بشكل كامل. هذه من ناحية السائق الراكب الخلفي. وهنا طبعا مثل ما انتم ملاحظين بشكل كامل. تصوير للمرايات الجانبية والنقطة العمياء موجودة اكيد عليها. $3,392. مراتب بالنسبة للسائق والراكب كلها كهربائي. طبعا فتحات التكييف، المقابض الداخلية كروم، النوافذ هنا، قفلة مركزية، وهذه السماعات بالأسفل. ذاكرة التخزين بالمراتب أكيد، وهنا الأوتو للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة لمراتب التحكم فيها كهربائي طبيعي دام إنه فيها ذاكرة تخزين. هنا التحكم بالإنارة كذا شغالة كذا طفيناها. طبعا نتكلم عن نفس محرك الرانجلر اللي هو ال V8 392. طبعا الأحسن نتكلم عن 485 حصان تنفس طبيعي ما شاء الله. طبعا إمكانيات جدا عالية، وشعار النحلة أكيد موجود على السيارة. وين الشعار؟ هو شعار النحلة، شعار السكات باك أكيد. مثل ما أنتم ملاحظين هنا التحكم بالمناخ والتكييف بشكل كامل. ودنا نشوف فيها، هل فيها حملة أكواب هنا، تشغيل السيارة بالبصمة، وهذه الشاشة بالإضافة لجير فون خلف الدركسون، هنا مثبت السرعة، خروج عن المسار بالإضافة لي ما شاء الله شماسات، إنارات داخلية خلينا نشوفها، هيلوجين، بيت للنظارة، فتحة بالسقف. هنا طبعا إطار من الكروم بشكل كامل، الشاشة تقريبا 8 إنش. هنا عدادات طبعا 7 إنش، RPM ما شاء الله، السرعة 300. طبعا الدركسون مكسب الجلد عندنا بشكل كامل، فما شاء الله منتشر شعار النحلة سواء على التصميم الخارجي أو البصمات الخارجية أو الداخلية بشكل كامل. فبس هذه هي تفاصيلها ما شاء الله
من محرك V8 8 سلندر 6.4 لتر. نستخرج منها كم حصان؟ نتكلم عن 485 حصان، فإمكانية جدا عالية على سعر تقريبا 261 ريال. فهذه مواصفاتها وتفاصيلها بشكل كامل. هنا الدرج. في النهاية أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية، يعني التحكم بالإنارة وفتح الشنطة الخلفية وكل التفاصيل المهمة. والله بس ما شاء الله، هنا دعاسات كروم. والله السيارة تستاهل أكثر. بس حبينا نصورها لكم بشكل سريع عشان بعد كذا أكيد راح نصور لكم نسخة هذه النسخة بالتحديد. طبعا شعار النمر، نتكلم عن نسخة الـ SRT الـ Red Eye. وهذه النسخة العادية من دوت شارجر. خلونا نلقي نظرة سريعة على السعر. سعرها بالتحديد موديل 2022، وهذه تفاصيله 186 أو 68 ألف عكس هذه الفئة 261 ألف. في أمان الله. أكبر سيارة SUV بالصول سيارات جيب جيران وقنيه 2023. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعنا غاليين. تغطيتنا اليوم نتكلم فيها عن أحدث سيارة SUV بالصول سيارات جيب وقنير 2023. مثل ما انتم ملاحظين، احدث واكبر سيارة SUV باسطول سيارات جيب واكثر فخامة واكثر تميز اكيد. طبعا مثل ما انتم ملاحظين هذه الواجهة الامامية بشكل كامل. فقبل ما نبدأ نتكلم عن تفاصيل السيارة وتجهيزاتها، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالايام الجاية. واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وانستغرام والفيسبوك، بكل الرابط السوشيال ميديا بتلقون رابطها بخانة الوصف. واللي حاب يعرف تفاصيل أكثر عن وقنير بأول رابط بخانة الوصف. جيران وقنير مثل ما ذكرنا إنها أكبر سيارة SUV بسطول سيارات جيب والأكثر تميز. طبعا جيب ما نسيت تصميم الشبكة الأمامي بشكل سياراتهم، تصميم جميل. طبعا مثل ما أنتم ملاحظين هذه كاميرا أمامية من أصل عدة كاميرات محيطية، نأخذ منها 360 درجة وفيها أنظمة استشعار بشكل كامل في الواجهة الأمامية مع هوك أمامي. إضاءة السيارة بشكل كامل LED بالنسبة للعالي والواطي، مع خاصية الليد النهاري هنا عدستين طبعا في الواجهة الأمامية بشكل كامل. وهذه هي الإضاءات، وجاية فيها حساسات أمامية وجانبية. والسيارة كان فيها كت رياضي. طبعا السيارة مليئة بالتميز، مليئة بالمواصفات، مليئة بالتجهيزات، سواء على التصميم والواجهة الأمامية أو الجزء الجانبي بشكل كامل ما شاء الله. طبعا باللون الأسود، قبل فترة صورنا لكم اللون الأبيض، مثل ما أنتم ملاحظين خطوط الكروم اللي جاية على اللون الأسود ولا أجمل. جاي اللون الكروم أجمل من اللون الأبيض كتصميم. هذه الإضاءات اللي جاية على السيارات الأمريكية طبعا، ومعروفة في السيارات الأمريكية بشكل عام. جنوط كروم، دعاسات جانبية كهربائية أكيد، وهذه كاميرا جانبية طبعا، دخول السيارة بالبصمة سواء الباب الأمامي أو الباب الخلفي. سقف بانوراما لا ننسى، وعوارض بالسقف جاية عليها كروم بشكل كامل. جناح خلفي أكيد،
مو موجود بالسيارة، لكن فيها زعنفة خلفية أكيد، وهنا إضاءات خلفية LED مع حساسات خلفية وجانبية وفتحتين للعادم. طبعا جيران وقنير جاية تنافس الكدلك، جاية تنافس الليكسس الاكس، جاية تنافس الانفينيتي، جاية تنافس سيارات يعني فارعة وفخمة بنفس الوقت. السيارة نزلت بمواصفات وتجهيزات جدا عالية كأكبر SUV، يعني ما كفاهم الشروكي سواء اللارج أو الثانية، لا نزلوا السيارة ما شاء الله مليئة بالتجهيزات والتكنولوجيا. أخذتنا تجهيزات السيارة ومواصفاتها وتفاصيلها بشكل كامل، لكن نسينا نتكلم عن سعر السيارة. طبعا بالنسبة للنسخة اللي اليوم موجودة معنا هي أكيد نسخة الثلاث صفوف، فهذه قيمتها 530، وفي النسخة العادية اللي هي تجي بصفين فقيمتها نتكلم عن 499,000 ريال. هذه تفاصيل السعر بشكل كامل. نجي للتجهيزات الداخلية، ما شاء الله مو أجمل من التصميم الخارجي إلا التصميم الداخلي، كمية مواصفات وتجهيزات بشكل غريب. طبعا مثل ما انتم ملاحظين الكروم اللي ممتد بشكل كامل على السيارة، طبعا في بعض الفواصل بشكل بسيط لكن بشكل كامل سيارة عليها تطعيمات كروم. زوايد من الكروم بكل مكان، وبالنسبة للحساسات أمامية وجانبية فيها بشكل كامل. طبعا هذه اللحظة المنتظرة، المرة الماضية ما صورنا لكم الداخلية، لكن هذه المرة مثل ما وعدتكم المرة الماضية انه بإذن الله اذا جات لفرع مكة بنصورها لكم، فالحمد لله وصلت لفرع مكة وحبينا نصورها لكم بشكل كامل. طبعا هذيك المرة كان اول وصول لها بفرع جدة في اوتومول، فما كانت الفرصة تسمح ان نصورها من الداخل لان لسه ما كان تم تدشينها، لكن الحين تم تدشينها بالمملكة رسميا. هنا المقابض الداخلية كروم، نوافذ كلها كهربائية، ستائر جانبية، هنا فورمايكا وتخشيبة، وبالإضافة للكروم اللي موجود هنا، وهنا لا ننسى مساحات التخزين اللي موجودة هنا، تحكم بالمرتبة بضغط الزر بإمكانك تقدم المرتبة فيها بشكل كامل. وهنا مثل ما أنتم ملاحظين مساحات تخزين منفذ USB، بالإضافة لحاملة أكواب، وهذه المراتب بالخلف فيها كل شيء، تحكم فيها حتى لو بغيت تقدم وترجع كهربائي أكيد. إذا حبيت إنك تنزل المرتبة بكل بساطة، طبعاً كي بهذه الطريقة تنزل، لا كذا تنزل، شاشات خلفية، مساحات تخزين، هنا كروم، فتحات التكييف اللي بالخلف. إذا بغيت تطلع السيارة بكل بساطة، طبعاً الدعاسات الجانبية بتكون بالعادة كهربائية أكيد، وتطلع فيها بهذه الطريقة ونقفلها كذا. الحمد لله، وهذه السيارة بالتصميم الداخلي، طبعاً. فتحة بالسقف من الرامية، سماعات موجودة فيها، طبعا هنا جهاز التنبيه، الباب الأمامي مفتوح، لكن ما علينا، بإمكانك ترفع أو تنزل. الرباقات فيها بكل مكان سواء الأمام أو الخلف أو الجانب أو المراتب أو الستائر، بكل مكان فيها رباقات. أنظمة السلامة السيارة متكاملة، فيها أنظمة السلامة، طبعا ناقصها بعض التفاصيل مثل الابواب الشفت، المعذرة على طريقة الطلوع والنزول، لكن الحمد لله على كل حال، والله يديم الصحة والعافية. وهذه الداخلية بشكل كامل. ثلث المرتبة أو ترجعه ضغط الزر، في شيء جميل. مثل ما ذكرنا السيارة فيها كمية تفاصيل وتجهيزات، هذه المرايات الجانبية فيها الخروج عن المسار، أو ما شاء الله هنا المفترض التحكم، كنت بدور على التحكم بهذا الجزء طلع التحكم من هنا ما شاء الله. وفيها ذاكرة تخزين لوضعية المرتبة بشكل كامل، وفيها ارباكات، مراتب فارهة وفخمة ما شاء الله بتصميم وربي فاره. ما نقول ان السيارات الامريكية تقل اكيد من ناحية المواصفات والمواد المستخدمة ما شاء الله، طبعا خفيفة بالوزن، كواليتي عالي او جودة عالية، وتميز وتجهيزات ولا افضل. بيانو بلاك،
وأكيد هذه هي اللحظة المنتظرة، داخلية السيارة بشكل كامل. ما شاء الله. وهذه السيارة بشكل كامل. خلونا نبدأ أول حاجة كذا، نرفع نرفع عجلة القيادة بشكل كامل وندخلها للداخل بهذه الطريقة، ونرجع المرتبة للأخير كذا، ونقفلها كذا. وهذه طبعا خلونا نشوف أول حاجة هنا. طبعا مثل ما انتم ملاحظين، تبريد تصميم بالمرتبة، تشغيل السيارة بالبصمة، بالإضافة لي المناخ منفصل ما بين السائق والراكب بالجزء الداخلي، هنا المراتب مثل ما ذكرنا، هنا الدركسون مكسب الجلد، وهنا مثل ما انتم ملاحظين التحكم بالميديا والرد على المكالمات، وهنا مثبت السرعة والرادار، بالإضافة لي التنبيه التصادم، وهنا تترك مسافة ما بينك وبين السيارات اللي قدامك، أو حفاظ على المسار وخروج من المسار موجود كمان. هذه ما هي راضية تترفع، أنا عارف إيش فيها هنا. طبعا الجير، خلينا نشغلها كذا. هنا وضعيات القيادة والدبل، ما شاء الله كله موجود بهذا الجزء. ثلاجة، الهيدروليك، نزول من المنحدرات، من عارف الدرج هنا كيف ينفتح، لكن احس انه في شيء بالخلف هنا. لا والله انها شاشة، حاولت اني اضغط عليها طلعت شاشة، اتوقع طلعت شاشة، والله دخ مناظر خداعة. ما علينا، تشغيل السيارة بالبصمة. هنا طبعا مثل ما انتم ملاحظين شاشة ديجيتال هنا، ما شاء الله. وهذه هي كل التجهيزات اللي موجودة، او اغلب التجهيزات اللي موجودة عليها. طبعا تشغيل الاضاءات بضغطة زر، بامكانك تتكي بكل بساطة، ممكن تكفلها كذا، او اذا حبيت تخليها مساحة تخزين موجودة هنا وكذا، كمان مساحة تخزين وثلاجة. وهذه اغلب تفاصيلها وتجهيزاتها. جرانو جنير 2023 بشكل سريع حبينا نتكلم عنها عن تجهيزاتها. في النهاية اتمنى التغطية نالت اعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبون نستعرضها لكم بالايام الجاية. في امان الله. هذه السبليت، بروجيكتر، نظام الصوت بالسيارة.